أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، لازلنا في سورة النحل، ووصلنا إلى الآية رقم 26، والتي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. هذه الآية الكريمة بتصف بدقة شديدة عملية حدوث الزلازل، وقد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. فالهزة الأرضية عندما تأتي، أول ما تدمر قواعد المباني فينهار المبنى بالكامل. وهذه الحقيقة لم تكن معروفة يعني في زمن الوحي، ولا لقرون طويلة من بعد زمن الوحي. وهذه الآية يأتي لها إشارة أخرى في نفس الصورة بعد قليل، يقول ربنا تبارك وتعالى: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. في نفس الصورة، ومعروف طبعا أن الهزات الأرضية بتأتي نتيجة تحرك ألواح الغلاف الصخري للأرض. فهذه الهزة أول ما تصيب القواعد، أساس المبنى، يعني سواء كان بناية أو جسر أو طريق، تدمر أساس المبنى وينهار المبنى بطريقة مباشرة، وهذا لم يكن معروفا في زمن الوحي. ونحن نعلم الآن أن الأرض تتعرض لمليون هزة أرضية كل سنة، طبعا لا يشعر بها الإنسان بأغلبها، يعني المليون سجلها الأجهزة لكن لا يشعر بها الإنسان. ولكن إذا زادت الهزة عن شدة معينة، طبعا يكون أثرها التدميري كبير. فسنة 2004 حدث زلزال في جنوب شرق آسيا، فكان من نتائجه يعني شمل إندونيسيا، ماليزيا، تايلاند. قدرت قوته 8.9 على مقياس الزلازل، بسموه مقياس ريختر، هو آخر 9، فتقريبا وصل لآخر المقياس 8.9، تقريبا وصل لنهاية المقياس. كان من خسائره 295,000 قتيل، وخد يعني ثواني، حتى ما خدش دقيقة كاملة، خسائره 295,000 قتيل ومليون مصاب، 5 ملايين مشرد، وعدد كبير من المفقودين، وخسائر مادية قدرت بعشرات المليارات من الدولارات. وربنا سبحانه وتعالى يعني قادر على كل شيء، والزلازل والأعاصير ويعني غير ذلك من الكوارث الطبيعية هي جند من جند الله سبحانه وتعالى. لما حدث هذا الزلزال طلبوني في التلفزيون المصري أتكلم عن يعني الزلازل وأثرها وكيف تحدث، فاتصل بي نقيب الصحفيين المصريين، قال لي: يا دكتور، احنا نعرف كيف يحدث الزلزال، ما دخل رب العالمين في هذا؟ يعني الناس ضلت ضلالا بعيدا. يعني قلت له: الذي يصف ذاته العليه بقوله الشريف: وما تسقط من ورقه الا يعلمها، ولا حبه في ظلمات الارض، ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. يحدث الزلزال بهذه الشده ولا يعرفه ولا يكون بامر منه، يعني والزلازل جند من جند الله. وذلك عندنا في الشرع الإسلامي صلاة اسمها صلاة النوازل، يعني لما يحدث خسوف أو كسوف أو رعد وبرق أو هزة أرضية أو ثورة براكين، لازم يفزع المسلم للصلاة. فهكذا كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. فوصف الزلازل هنا يعني صورة من صور الله، صور جند الله سبحانه وتعالى التي يسخرها على العاصين عقابا لهم. ودائما أقول أن مثل هذه الظاهرة الطبيعية تأتي عقاب للعاصين
وابتلاء للصالحين وعبرة للناجين. ويقول طب مات أطفال إيش ذنبهم؟ يعني ربي يكرمهم يعني يعوضهم عن ذلك. كل الكوارث الطبيعية يهلك فيها الصالح والطالح، فهي عقاب للعاصين وابتلاء للصالحين وعبرة للناجين. وإذا لم يأخذها الإنسان في هذا الإطار فات عليه خير كثير. يقول رب العالمين في الآية 36 من نفس السورة، يقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. الطاغوت هو كل ما يطغي الإنسان ويصرفه عن اتباع الحق، يعني أي شيء يصرف الإنسان عن معرفة الله سبحانه وتعالى، عن اتباع أوامر الله، يصيبه بشيء من الغرور والاستعلاء والكبر فيفسد في الأرض، كل هذا اسمه الطاغوت. والطاغوت قد يطلق على الشيطان، لكن يطلق أيضا على أي عمل يصرف الإنسان عن طاعة الله سبحانه وتعالى. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ويمكن أن ذكرت لحضراتكم في جلسة سابقة أن آثار الأمم السابقة واحدة من أوراق الدعوة الراقية للإنسان. يعني ما شو مثلا عقاب قوم نوح وآثارهم موجودة، قلنا السفينة اكتشفت سنة 1948 ميلادي على جبل اسمه الجولي كما جاء في القرآن الكريم، وقيل أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجولي وقيل بعدا للقوم الظالمين. إرم ذات العماد التي كان الغرب يعتبرها يعني قصص رمزي، يعني القرآن يحاول أن يهذب الناس به، تم اكتشاف إرم يعني في السبعينات من القرن العشرين ولا زالوا يشتغلوا في الموقع إلى الآن، وهي في منطقة الأحقاف كما جاء في القرآن الكريم. يعني واذكر أخا عاد إذ أضمر قومه بالأحقاف، تم اكتشاف الأحقاف، والأحقاف الجزء الجنوبي الشرقي من الربع الخالي، وهي منطقة الآن تعتبر من أكثر مناطق الأرض قحولة وجفاف. والكشوف في هذه المنطقة بأيدي غير المسلمين تثبت أنها كانت مليئة بالأنهار المتدفقة بالماء والبحيرات الزاخرة بالأحياء والعمران التي ليس له مثيل، تم اكتشاف إرم حقيقة يعني، وبناء ضخم للغاية. ف دراسة هذه المواقع عبرة للناس أن الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان المكلف بالمرصاد، إن استقام على منهج الله واهتدى بهداية الله وعبد الله كما أمر ربي يكرمه ووفقه ويسعده، إذا خرج على منهج الله وخالف أوامر رب العالمين يأتي العقاب. ومن هنا ذكرت الزلازل في هذه الصورة المباركة. قوم ثمود مدائن صالح، منطقة قائمة اللي احتفلوا فيها السعوديين بالأغاني والرقص والطرب، وهي من أكثر مناطق الأرض عقابا وعذابا، يعني منطقة مدمرة بالكامل وأثار الدمار فيها واضح للغاية. وهكذا يعني كل الأمم السابقة تركت آثارا تشهد لله سبحانه وتعالى بأنه رب هذا الكون ومليكه. ولذلك يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الآيات يقول له إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. إن تحرص على، بكلم الرسول صلى الله عليه وسلم اللي كان طبعا يعني يحزن حزن شديد أن الناس لا تؤمن، يعني الناس لا تقبل دعوته، ويقول له إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. وهنا لابد نتوقف وقفة مهمة، الله لا يضل أحد، الله يحب أن يهدي كل خلق كل عباده، ولكن من يعلم الله سبحانه وتعالى في قلبه الضلال يترك الحال، من يعلم في قلبه الهداية يعينه على الالتزام بهذه الهداية. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت
بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعني القضية الأساسية التي يستخدمها الكفار والمشركون في رفض الهداية الربانية عملية البعث. كل الأمم يعني إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، يعني كانوا استغربوا يعني، والاستغراب يأتي من خطأ كبير يقع فيه الإنسان وهو القياس على الله بمعايير البشر. لابد أن نفهم أن الله سبحانه وتعالى رب هذا الكون ومليكه قادر على كل شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فلا بد أن ندرك هذه الحقيقة، والإنسان لما لا يدرك هذه الحقيقة بيستصعب عملية البعث. إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، تكلمنا احنا في موضوع البعث لما موضوع عجب الذنب الذي تكلمنا عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال كل بني آدم يبلى إلا عظما واحدا هو عجب الذنب، منه خلق وفيه ركب يوم القيامة. والتجارب العلمية بأيدي غير المسلمين، يعني هانز سبيمان هذا اللي اكتشف الحقيقة يهودي، وجند فريق من طلابه يدرسوا عملية تكون الجنين في الحيوانات. والعملية واحدة يعني في الحيوان كما تحدث في الإنسان. ففريق مكون من يعني ثلاث مجموعات، كل مجموعة بتراقب ست بتراقب ايه ثمان ساعات نعم متصلة. فلاحظوا ان الجنين في البرمائيات في الليلة الخامسة عشر من عمره يظهر على سطحه خط رفيع جدا. جنين في هذه اللحظة يكون مكون من طبقتين فقط، اكتوديرم يعني الجلد الخارجية واندوديرم الجلد الداخلية. تظهر على الاكتوديرم خط رفيع للغاية، فاندهشوا ما هذا الخط. جلسوا راقبوه فوجدوا ان بعد الليلة الخامسة عشر تبدأ خلايا الاكتوديرم تمر بهذا الخط فتتخصص ويكون كل أجهزة الجسم، الجهاز الدوري، الجهاز الهضمي، يعني الجهاز العصبي، كله يتكون ويكون بين الراقين دول، يسموه الميزودير، الجلد الوسطى أو الطبقة الوسطى. فهو أصل تكون جسم الإنسان. وبعد أن يتكون هذه الأجهزة كلها ينسحب هذا الخط إلى آخر العمود الفقري، ونجد ثلاث فقرات النهائية في العمود الفقري ملتحمة مع بعضها البعض. وهذا الذي يبعث منه الإنسان، يعني محاولوا أخذوا هذه العظمة اللي سماها الرسول صلى الله عليه وسلم عجب الذنب، حاولوا يحرقوها إلى حد تفاحهم ما احترقتش، يسحقوها لم تسحق، يغلوها لم تتفتت. فأثبتوا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه كل بني آدم يبلى إلا عظما واحدا هو عجب الذنب، منه خلق وفيه ركب يوم القيامة. فأثبت منه خلق، يعني كل أجهزة الجسم تخلق منه، وبعدين بعد الخلق هذا ينسحب إلى نهاية العمود الفقري وتلتحم مثل الفقرات الأخيرة. وقال ما بين النفختين أربعون، ثم ينزل الله ماء من السماء فينبتون كما ينبت البقر. فكل البشر سيعاد خلقهم من عجب الذنب، وهذا لا يبلى أبدا. وهذه القضية أخذت أجيال من الكفار والمشركين يستغربون إمكانية بعث الإنسان بعد أن يبلى جسده وتحول إلى تراب الأرض. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بعدين يقول القرآن هنا في هذه الصورة وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وذكرنا برضو مرات عديدة أن الله سبحانه وتعالى أرسل لذات البشرية 124 ألف نبي، وأنه اصطفى من هذا العدد الكبير 310 رسولا. والآية تشير أن الأنبياء والمرسلين كانوا كلهم من الرجال، ليس انتقاصا من مقام المرأة، ولكن حمل الرسالة عملية صعبة جدا، يعني يقاس الرسول ويقاس النبي في دعوته مثل ما قاس سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس يقولون الناس أن الله أوحى إلى مريم، هل يمكن تكون مريم نبية من الأنبياء؟ لا، والآية واضحة وما أرسلنا من قبلها إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر،
وأنزلنا إليك الذكرى لتبين الناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. هذا خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والذكر هنا هو القرآن الكريم. وهي الآية تتحدث عن الظل، عن تكون الظل، وما أشرنا إلى هذا برضو في لقاء سابق. يقول ربنا تبارك وتعالى: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمال والشمائل سجدا لله وهم داخرون. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. يعني كثير من الناس لا يتخيل أن في تكون الظل رحمة من رحمات الله سبحانه وتعالى. فكل الكائنات التي نعرفها يعني بدءا بالإنسان إلى كل الأحياء سواء حيوان أو نبات لا يمكنه أن يحيا في ضوء مستمر ولا في ظلام مستمر، وتبادل الليل والنهار آية من آيات الله سبحانه وتعالى. ولذلك ربي رب العالمين جعل في أحزمة الأشعة الشمسية يعني موجات لا تستطيع اختراق الأجسام الصلبة، وهذه الموجات اللي هو الضوء الأبيض الذي يمتعنا به ربنا تبارك وتعالى في وضح النهار لا تستطيع أن تخترق الأجسام الصلبة، لا تخترق بناية أو جدار أو جبل أو شجرة، لا تستطيع. فتكون الظلال آية من آيات الله ووسيلة من وسائل جعل الحياة على الأرض ميسرة لجميع مخلوقاته. فتكون الظل آية من آيات الله سبحانه وتعالى. الآية تشير إلى شيء من ذلك: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله، يعني ترجع ظلاله من الجانب إلى جانب. و يعني عندما تشرق الشمس نجد كل جسم صلب يتكون له ظل في ناحية الغرب، وإن يتحرك يعني من الجنوب إلى الغرب إلى الشمال يعني بطريقة مستمرة في طول النهار. وتحرك الظلال هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى. وجاءت الإشارة هنا: ولله يسجد ما في السماوات والأرض، يعني ما للغير العاقل، لكن هنا تشمل العاقل وغير العاقل. وفي سورة الرعد جاءت بمن، يعني لأن يقصد فيها العاقل فقط. فتكون الظلال آية من آيات الله سبحانه وتعالى. وإحنا عارفين طبعا إذا كان مصدر النور يعني نقطة واحدة، يعني فتحة في لوح من الخشب أو الحديد أو نقطة واحدة تكون ظل واحد، إذا كان النور عبارة عن حزمة من الضوء يتكون الظل وشبه الظل، يتكون حول الظل ما يسمى شبه الظل. أولم ينظروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. موضوع السجود لله سبحانه وتعالى يعني لا يدركه كثير من الناس. الحقيقة ربي يقول: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تلقون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. كل شيء في الوجود يسبح بحمد الله، يعرف ربه ويعبد هذا الرب العظيم بطريقة فطرية. يعني الخلق المكلف كالإنسان يرسل الأنبياء والمرسلين وعنده إرادة حرة، يعني إما يعني يطيع أو لا يطيع. لكن باقي المخلوقات غير المكلفة، يعني الشجر، الحجر، الحصى، الجبال، الرعد، البرق، كل هذا يسبح ربه بطريقة قد لا يدركها الإنسان. والعلم مؤخرا يثبت لنا أن حتى النبات له لغات يتخاطب بها فيما بينه البعض بعضهم البعض. الحيوان، كل حيوان له لغة، النمل له لغة، النحل له لغة، كل حيوان له لغة. فالخلق غير المكلف
يعبد ربه ويسبح بحمده بطريقة فطرية لا يستطيع أن يخرج عن ذلك. الخلق المكلف إن كان إنس أو جن يعني له الاختيار، إما أن يسبح فيؤجر على ذلك أو لا يسبح فيعاقب على عدم تسبيح. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. ملائكة دائم التسبيح لا يتوقفون عن التسبيح، ولكنه تسبيح فطري. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. عملية التوحيد أيضا يعني قلنا مرات عديدة أن مدخل الشيطان إلى الإنسان هو الشرك، والأصل في الإسلام وكل الشرائع التي جاءت قبل بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم كلهم دعوا إلى التوحيد، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل نبي وكل رسول جاء بهذه الرسالة المحددة، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقلنا أن أول انحراف عن التوحيد كان في زمن قوم نوح، وذلك كان عقابهم شديدا، الطوفان الذي أغرقهم وقضى عليهم قضاء مبرما فيما عدا الذين آمنوا مع نوح وركبوا معه في السفينة. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبوا. وكل ما في الوجود خلق في زوجية كاملة حتى يبقى ربنا تبارك وتعالى متفردا بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه. كل الخلق إن الذرة فيها الإلكترون السالب والبروتون الموجب، النبات فيه الزوجية الذكر والأنثى، الحيوان الإنسان، فالخلق كله في الكون المادة وضاد المادة، كل شيء خلق في زوجية كاملة حتى يبقى ربنا تبارك وتعالى متفردا بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. واصبا يعني دائما واجبا لازما غير مقطع. له ما في السماوات وما في الأرض، القرآن يقول وسع كرسيه السماوات والأرض، يعني كرسي العرش يحيط بالكون هذا إحاطة كاملة، يحيط بالسماوات ويحيط بالأرض، وكل ما في الوجود هو من خلق الله وهو يعني من صنع رب العالمين، فهو يملكه، هو مالك كل شيء رب العالمين. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. يعني كل ما رزق الإنسان من نعمة يعني العافية يعني المال، الذرية الصالحة، التمكين في الأرض، كل هذا من نعم الله سبحانه وتعالى. الماء الذي ينزل من السماء من نعم الله سبحانه وتعالى. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم من ربهم يشركون. هكذا الإنسان ليكفروا بما أتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. لما لا يعلمون يعني الأصنام والأوثان والأشخاص التي عبدت من دون الله سبحانه وتعالى وهم لا يملكون من الوجود شيئا. متعود الآيات مرة أخرى الحديث عن نعم الله على العباد، فيقول ربنا تبارك وتعالى والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. وحنا تكلمنا كثيرا عن نعمة الماء، يعني لولا الماء الذي أنزله ربنا تبارك وتعالى من السماء. إحنا في الآية 65 والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. وقلنا أن الله من فضله من على أهل الأرض ب1400 مليون كيلومتر مكعب من الماء أخرجها كلها من وسط نيران تحت القشرة. يعني نيران الأرض في نطاق اسمه نطاق الضعف الأرضي توجد فيه صخور في حالة شبه مصهرة، فربي أخرج كل ماء الأرض من داخل هذه الطبقة. يعني ولذلك أقول والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. وكان الناس يعني في القديم لا يعرفون من أين جاء ماء الأرض، بعضهم كان يقول مذنبات محملة بالثلج ضربت الأرض،
وهذا غير صحيح، لم يثبت هذا. بعض الناس قالوا أن تفاعل الأكسجين والهيدروجين في الغلاف الغازي للأرض كون الماء الذي أنزله ربنا تبارك وتعالى للأرض. طيب من 1400 سنة يقول رب العالمين والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها، يعني من داخلها، ماءها ومرعاها. والعلم يثبت لنا الآن أن كل ماء الأرض أخرجه ربنا تبارك وتعالى مع فورات البراكين، يخرج بخار الماء يتكثف، يعني ينزل على الأرض ماء طهور. هذا الماء لو بقي راكدا على سطح الأرض لأسنة وفسد، لأن كل سنتيمتر مكعب من الماء يعيش ويموت فيه بلايين الكائنات الحية. فشاءت إرادة الله ورحمته بنا أن يسخر أشعة الشمس تبخر من مياه البحار والمحيطات والأنهار والبحيرات ومن نفح النباتات ومن تنفس الإنسان والحيوان، يرفع من هذا الماء سنويا 600,000 كيلومتر مكعب، 500,000 من البحار والمحيطات و 100,000 من اليابسة. وبعدين لما يأتي المطر ربي يمن على أهل اليابسة ب 65,000 كيلومتر مكعب زيادة رحمة منه، فينزل على اليابسة 165,000 كيلومتر مكعب من الماء ويخصم هذا من حصة البحار والمحيطات. فالبحار والمحيطات تبخر منها 500,000، ينزل على ألفها 435,000 كيلومتر مكعب من الماء. والماء الذي نزل زيادة على الأرض يشق الفجاج والسبل، يكون الطروة، يروي النبات، يروي الحيوان، يلطف الجو، يخزن جزء منه في صخور الأرض والباقي يفيض إلى البحار والمحيطات. وهي دورة تشهد لله بطلاقة القدرة وبديع الصنعة وبإحكام الخلق، ولا سلطان لأحد من المخلوقات على دورة الماء حول الأرض إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم له حديث يقول فيه: أصبح من عبادي مؤمن وكافر. يقول: أتعلمون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال ربكم أصبح من عبادي مؤمن وكافر. قالوا: يا رسول الله، من المؤمن ومن الكافر؟ قال: من قال أمطرنا برحمة من الله وفضل فقد آمن بالله وكفر بالكوكب، ومن قال أمطرنا بنوء كذا أو نوء كذا فقد كفر بالله وآمن بالكوكب. ويقول: ما من عام بأمطر من عام ولكن الله يصرفه. فانزعج الصحابة، قال: يا رسول الله، يأتي القحط سنوات متتالية ثم تأتي السيول الجارفة مغرقة. يقول لهم: ما من عام بأقل مطرا من عام ولكن الله يصرفه. والعلم يقول لنا الآن أن كمية المطر السنوية ثابتة لا تتغير، ولكن الذي يختلف توزيعها وأوقاتها، وهذا لا يتحكم فيه إلا رب العالمين. فهذا من نعم الله الكبرى، ولذلك تكرر الحديث عنها في القرآن الكريم مرات عديدة. ويقول هنا في هذه الصورة المباركة: والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موته. يعني شايفين كيف المطر السنة دي ربنا أكرمنا يعني كم هائل من الأمطار غير متعودين عليه، فالربيع مستمر إلى الآن وسيستمر عدة شهور طويلة. فهو هذا إحياء الأرض بعد موتها، الأرض الجرداء القاحلة التي لا حياة فيها، هذا موتها. إذا نزل عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل شيء بهي. إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. وبين يعود مرة أخرى تكلم على نعمة الأنعام، يقول: وإن لكم في الأنعام العبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا صغيرا للشاربين. وقلنا الأنعام هي يعني الإبل والبقر والغنم، يعني الخراف والماعز. وكثير من الناس لا يدرك يعني النعمة العظيمة التي أباح لنا بها ربنا تبارك وتعالى أكل لحوم الأنعام وألبانها، لأن الأنعام هي الحيوانات المجترة. يعني ربي يعني هيئ هذه الكائنات لكي تكون صالحة لأكل الإنسان. والحيوان المجتر له أكثر من معدة، فطعامه يهضم هضما جيدا، يهضم هضم رائع للغاية. وإذا كان في أي مسببات للأمراض تهلك في أثناء عملية الهضم هذه. بعضهم عنده معدتين أو أكثر من معدتين. والحيوانات المجترة هي التي أباحها لنا ربنا تبارك وتعالى رحمة بنا. وإن لكم في الأنعام لعبرة، يعني مجرد أن يبيح لكم أكل الأنعام
ويعني يحرم عليكم كثير من الحيوانات الأخرى، آية من آيات الله ورحمة من رحماته. نسقيكم مما في بطونه، ومرة يقول بطونها ومرة يقول بطونه، لأن التذكير للقلة والتأنيث للكثرة، فإذا كان يتكلم على شيء كثير يؤنث الصفة، إذا كان شيء قليل يذكره. نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. والله يا أخوات، لو يدرك الإنسان كيف يتكون اللبن في بطون هذه الأنعام، آية من آيات الله. يعني الفرث هو الطعام نصف المهضوم، لأنه بينقله من معدة إلى معدة أخرى، والدم يعني كيف يتحول هذا إلى اللبن الصافي الأبيض الجميل، يعني صاحب الطعم الراقي المفيد صحيا. أي آية من آيات الله سبحانه وتعالى أن يخرج من بين الفرث وهو الطعام نصف المهضوم، والدم يعني آية من آيات الله يخرج منه هذا السائل العجيب لبنا خالصا سائغا للشاربين. ومن ثمرة النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. يعني الأعناب والتمر وثمارهم من أفيد الثمار لصحة الإنسان، ولكن الشيطان يغري بعض الناس أن يحول هذه الثمرة الرائعة إلى خمر عشان يؤذي نفسه ويؤذي غيره بهذا السائل الذي لعنه ربنا تبارك وتعالى. تتخذونه سكرا، أشياء مسكرة حلوة، ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. وهنا لنا يعني لمحة أن الحيوان إذا كان يعني يعيش حياة مفردة، تأتي اسمه في القرآن الكريم بالإفراد. إذا كان يحيا حياة جماعية تأتي اسمه بالجمع، يعني النحل يحيا حياة جماعية فجاء بالجمع. يعني العنكبوت يحيا حياة فردية فجاء بالإفراد، وهكذا النمل يحيا حياة جماعية فجاءت صورة النمل بالجمع. فمن الدقة العلمية في القرآن الكريم ملاحظة حتى طريقة معيشة الحيوان الذي يذكر في القرآن الكريم. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. والعلم يقول لنا الآن أن أفضل أنواع عسل النحل الذي يجتلب من الجبال، ولذلك حضرموت فيه أغلى أنواع العسل لأنه يحيى في الجبال العالية. يليه الذي يكون يعني خلاياه على الأشجار، يليه الذي يتكون في الخلايا الصناعية التي يبنيها الإنسان من الخشب أو من البلاستيك أو من غيره. وأوحى هنا ليس كوحي الأنبياء، أوحى بالإيحاء، يعني مش رسالة، لا، هو ربي يوحي لها بطريقة يعني لا نفهمها. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. وهذا الترتيب معجز، يعني الجبال ثم الشجر ثم البيوت الصناعية. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. ربي أتاح لها أن تأخذ من رحائق الأزهار ومن الثمار ما تحتاجه حتى تكون يعني هذا السائل العجيب اللي هو نحل العسل. الآية تشير إلى قدرة الله في إلهام شغالات النحل المنتجة للعسل أن تتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، وترتيب وحسابات يعني يتم ذلك بنظام دقيق وبترتيب وحسابات دقيقة يسموها المسافة النحلية، يعني حجم الخلية السداسية الأضلاع هذه التي يبنيها النحل هي الأمثل حتى تكون الخلايا هذه ملتصقة ببعضها البعض لا يوجد بينها أي فراغات، سموها المسافة النحلية. والخطاب جاء بالجمع والتأنيث
لأن الذي يقوم بهذا الدور هي إناث النحل، ليس كل النحل، لأن يعني الذكور لهم دور آخر والملكة لها دور آخر. صفة الماضي، والنحل قديم أقدم من وجود الإنسان على هذه الأرض. وهذا يشير إلى أن جميع الكائنات تمتلك أقداراً متفاوتة من الوعي والإدراك والشعور والانفعال والقدرة على التعبير، فتبارك الله أحسن الخالقين. نحن العسل نعيش في جماعات، وذكرنا أنه جاء بالجمع. في الخلية الواحدة يعيش بين 20,000 وثمانين ألف نحل شغال في الخلية، وبضع مئات قليلة من الذكور، وملكة واحدة، والملكة هذه تبيض في اليوم 1500 بيضة. تخيلوا هذا، يعني هذه الحشرة الصغيرة تبيض في اليوم 1500 بيضة. يعني تشير هذه الآية الكريمة إلى أن الله تعالى قال لها ما شغلات النحل، قلوا أوحى ربك إلى النحل أن يتخذي مؤنث، يعني لأن هي اللي بتقوم بجمع النحل، يعني الذكور ما لهمش دور في ذلك، بأن تأكل من رحائق الأزهار ثمرات النباتات، وسهل لها الطرق للوصول إليها، وزودها بالأدوات التي تعينها في صدرها ورواحها دون خطأ واحد مهما بعدت تلك المسافات. يعني النحلة تتحرك عشرات الكيلومترات بعيدة عن الخلية عشان تجمع أكبر قدر ممكن من رحائق الأزهار ومن عصائر ثمارها عشان وتعود دون أن تضل الطريق. ويعني من علمها ذلك إلا الله الخالق سبحانه وتعالى. عشان تجمع كيلوغرام واحد من العسل ينتج من 3 إلى 4 كيلوغرامات من رحائق الزهور. يعني كيلوغرام عسل محتاجة أن تجمع 3 إلى 4 كيلو من رحائق الزهور وحبوب اللقاح. تطير الشغالة مسافة تراوح من 7 و11 كيلومتر من الخلية وإليها بسرعة تصل ل 25 كيلو ساعة. تستغرق مسافات تصل إلى 250,000 كيلومتر عشان تعمل كيلو واحد من العسل. تمشي 250,000 كيلومتر إلى 500,000 كيلومتر، و600,000 إلى 800,000 طلعة عشان تعمل كيلو من العسل، 600,000 إلى 800,000 طلعة. تزور خلالها بين 6 ملايين و8 ملايين زهرة. يعني من الذي سخر هذه الكائنات لخدمة الإنسان إلى رب العالمين؟ ولذلك نستشهد هذه الحقيقة على طلاقة قدرته. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاستوكلي سبل ربك ذبلا زللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. عملية النحل يعني لوحدها يعني آية من آيات الله تشهد لهذا الخالق العظيم بطلاقة القدرة بديع الصنعة وأحكام الخلق. بتجمع هذه الحشرة الصغيرة العسل النحل، غذاء الملكات، سم النحل، حبوب اللقاح، صمغ النحل سم العقبة، شمع النحل، وهذا الشراب المختلف الألوان والروائح والنكهات جعل الله تعالى فيه شفاء للناس. ما قالش الشفاء، يعني قد يشفي بعض الأمراض ولا يشفي أمراض أخرى، قال فيه شفاء للناس. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء واحد بيشتكي أن أخوه عنده إسهال شديد، قال له اسقه عسلا، فسقى عسلا وجعله، قال له يا رسول الله يعني سقيته عسل ما شفيش، قال له يعني العيب في بطن أخي مش في العسل، يعني شو إذا بتعمل وين. العسل هذا فيه 77% سكريات بسيطة سهلة الهضم، 10 إلى 20% ماء، وفيه أحماض عضوية، بروتينات، دهون، إنزيمات، فيتامينات، هرمونات، بعض العناصر النادرة، مضادات حيوية، عدد من المركبات الأخرى. يعني من مكن هذه الحشرة الصغيرة على إتقان هذا العمل إلا خالقها سبحانه وتعالى. النحلة عسل النحل مضاد حيوي قوي ومطهر ضد حالات التسمم، التهاب الجهاز الهضمي، الكبد والبنكرياس، القلب والأوعية الدموية، الكلى، المثانة، المفاصل، الجهاز التنفسي، العيون، الجلد، الذاكرة. يعني فعلا فيه شفاء للناس.
لذلك أقول هذه الآية وحدها كفيلة للشهادة لله الخالق بأنه رب هذا الكون ومليكه، وأنه أثقل كل شيء صنعه. يعني وأوحى ربك للنحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل ثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. وأتوقف عند هذا الحد، يعني إذا كان عندك أسئلة نجي بعدها إن شاء الله، ونلتقي إذا أحيانا الله الثلاثاء القادم لأنها سأسافر بعد ذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.